السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم. هذا الخبر العاجل: أعلن الإطار التنسيقي اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد أعضاء تحالف الثبات إلى 133 نائبا، لافتا إلى أن مفاوضات مع نواب من تحالف الصدر والسيادة للانضمام إلى الثبات. وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني في حديث أن عدد أعضائنا وصل إلى 133 نائبا، وهم مجموع أعضاء الإطار التنسيقي وعزم الاتحاد الوطني الكردستاني ومستقلين. وأضاف أن العدد قد يزداد في حال انضم معنا أعضاء من التحالف الثلاثي بعد مفاوضات تجري حاليا مع نواب من تحالف الصدر والسيادة للانضمام إلى الثبات، مشيرا إلى أن منصب رئيس الوزراء هو استحقاق مكون وليس استحقاق تحالف.